روح تفضل روح تفضل سبا تفضل 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 الحالة ما راش تعجبها خويا هنايا ولا عندهم المرض بزاف والاكسجين قليل ودروك الناس راها متقاتلة لداخل على الاكسجين الناس راها متقاتلة عباد الله كاع راها تموت وخصهم يلعبوا خفيف يجيبوا الاكسجين حنا رحنا هنايا ورحنا عسير رواحنا والعسة هو الله سبحانه وتعالى الانسان يشوف الدولة يشوف كيفاش يديروا لهاد الناس الناس راهم شروطة في الارض الناس راها الحوف وراكدين في الكرارس مساكن الناس مدابسه على الاكسجين. الوضعيه في المستشفى تاع مغنيه شعبان حمدو راه وضعيه كارثيه راه نقص كثير تاع بزاف تاع ماده الاكسجين والناس راه عدد الوفيات راه ترتفع نتمنوا من السلطات المعنيه تاخذ اجراءات عاجله خاطر الناس راها تسوفري البارح كمل الاكسجين ودوك جابوا قرعه تاع الاكسجين ووضعيه راها كارثيه ما تشكرش كاين عدد الوفيات والوباء راه في حاله ارتفاع رهيب. طبيب مختص في الانعاش دكتور بسعيد، حنا مختصين في الانعاش هنا في مستشفى مغنيه، الوضعيه راها كارثيه هنا في مستشفى مغنيه، هذا الشيء تازم بوكو بليس البارح بر الامسيه تاعنا في العشيه، نقص حاد الاكسجين مع نقص التموين، كاين قرارات الاكسجين اللي ما يكفيوش لكاع المرضى، كاين دي مرضى اللي راهم دي جون اللي راهم سوفرونس، كاين وفيات مع الاسف، كاين وفيات بزاف خاصة كسموه كاين من كل شرائح او الاعمار، وكاين مام كاين الاشخاص اللي كانوا يعانيوا حتى من المرض من قبل وعانوا من المرض هذا وتأزمت الحالة تاعهم والله ربي يرحمهم أزم عليهم الحال وتوفوا. لذا انا الشعب الاول على الاقل يحافظوا على انفسهم، يحافظوا على الاي سي ويحبسوا سلسله العدوى، ومن ان السلطات ينقذونا بالاكسجين باسكو الاكسجين راه ناقص بزاف، وفول مومون رانا عاد نسجلوا وفيات، مازال نسجلوا وفيات من نقص القدح للاكسجين، ومام التموينات اللي راه كاينه غير كافيه في هذه الساعه. الماده اللي راه عليها الطلب كبير، المؤسسات الممونة ما قدرتش تلبي كل الطلبات، وحنا رانا في اتصالات مباشرة مع هاد المؤسسات باش نقدروا نوفروا المادة في أقرب الآجل، ووفرنا بعد القرارات البارحة على الساعة 12 واليوم على الساعة 10 صباحا تم توزيع بعض القرارات قادمة من مؤسسة خاصة بوهران. الوضعية رانا متحكمين فيها، والسلطات المحلية على المستوى الدائرة ولا مع مستوى الولاية رانا في اتصال مباشر، وراهم قايمين بكل الإجراءات الاستعجالية لتموين المؤسسة بهذه المادة الحيوية، وهناك بوادر خير إن شاء الله في الساعات القادمة ان شاء الله. الازمه هذه رايحه تفوت بسلام ان شاء الله. كنت انا اعوذ بالله من كلمه انا شخصيا واقف مع المرافقين المرضى، وين هدأتهم وين تكلمت معهم شخصيا على الساعه الواحده صباحا، تكلمت معهم وكنت معهم في كل الاوقات. لازم نكاتفوا بعضياتنا، لازم نكون عندنا حضور فعلي على مستوى المؤسسة باش نقدروا نواجهوا سي نورمال سي ليجيتيم. واحد دعا له أب ولا دعت له أم ماشي سهلة، لكن لازم نتحلوا بالصبر والهدوء باش نقدروا نواجهوا هذا الوباء الفتاك.